السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الاستثنائية. ابتداء من الساعة 6 من مساء اليوم يشرع المغرب في تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تحت السيطرة. قرار يأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وفي سياق المسؤولية وروح التضامن الوطني وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد. نتابع تصريح السيد وزير الداخلية. حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين ومن بعد التطور اللي عرفوه هذا المرض، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من 20 مارس 2020 على الساعة 6 مساء. إعلان حالة الطوارئ الصحية معناها أن الناس خصها تبقى في دارها وما يمكنهاش تخرج إلا توفر له وثيقة رسمية اللي يوفرها لهم رجال وأعوان السلطة اللي كتسمح لهم باش يخرجوا. شكون يمكن له يخرج؟ اللي يمكن له يخرج هما الناس اللي خصهم يلتحقوا مقرات العمل ديالهم واللي المؤسسات ديالهم غتبقى محلوله، الناس اللي كيمارسوا مهن حره واللي لازم انهم يخرجوا باش يخدموا، موالين المحلات التجاريه، موالين المحلات اللي لازم خصهم يبقوا محلولين، خصهم يخرجوا ايضا الناس اللي باغين اللي يمشيو للسوق باش يتسوقوا، خصهم يخرجوا ومن حقهم يخرجوا وغتعطالهم وثيقه باش يمكن لهم يخرجوا يمشيو بها للاسواق. هذا الشيء اللي غيدار الهدف ديالو هو اننا نحميو ولادنا من هاد الكارثه، وفي نفس الوقت خصنا نكون واعيين بان الحركه الاقتصاديه ما خصهاش توقف بأن التجارة ستبقى. كيف أنه ملزوم على مجموعة المواطنين يبقوا في دارهم ما يخرجوش حماية لهم وحماية المجتمع، ملزومين ناس آخرين أنهم يخرجوا ويقوموا بالعمل ديالهم باش الدورة الاقتصادية والحياة ما توقفش، لأن الهدف ديال حالة الطوارئ الصحية ماشي أن الحياة توقف، أننا نحميو بلادنا ونحميو المجتمع ديالنا من هذه الآفة. وفيما يتعلق بالوضعية الصحية ببلادنا، أكد وزير الصحة أن قرار إعلان حالة الطوارئ يأتي بعد تسجيل إصابة مواطنين مغاربة غير وافدين من الخارج. خوتي المغاربة، خوتي المغربيات، كيف جاء على لسان السيد وزير الداخلية وكيف سمعتوا اليوم أن حالة الطوارئ الصحية تعنات، فبالتالي كانت إجراءات كبيرة خدتها البلاد، وهذه الإجراءات راه ماشي سهلة وماشي هينة، ولكن خديناها لأنه هذا قرار مهم بالنسبة للبلاد ديالنا، لحقاش استفحال ديال هذا الوباء للمستوى العالمي، ولا سيما اليوم على المستوى الوطني بدينا كنشوفوا تحركات وظهور بعض الحالات المحلية، فهذا خصنا نكونوا ديما سباقين. المغرب الحمد لله خدا إجراءات استباقية وقدر يحاصر التطور السريع ديال هذا بهذه الإجراءات الأولى. اليوم هذا الإجراء أكثر فأكثر هو دقيق لأنه دخلنا في حالة الحزم، غنقدروا ننتقلوا للمرحلة الثانية، إذا هذا إجراء غادي يعاوننا، وكنطلبوا المواطن المغربي باش يعاوننا ويتضامن معنا في هذه الحالة ويطبق الإجراءات اللي كتملي عليه الدولة واللي خرجت بها السلطات. إلا التزمنا كاملين فغنقدروا نحاصروا هذا الفيروس، خصنا نحاصروه قبل ما يحاصرنا، حيت إلا مشى تحاصرنا غيكون مشى علينا الفوت. فبالتالي من هذا المنبر كنقول لكم أن حتى المهنيين ديال الصحة راهما اللي كنمثلهم أنا في القطاع جنود مجند، لا سواء في القطاع الحر ولا سواء في القطاع العمومي، هما جنود مجندين وراء هذه الظاهره باش يخدموا المواطنين في اقرب وقت واحسن الظروف، فبالتالي هما مشكورين وكنحييهم من هذا المنبر. اما فيما يخص تموين الاسواق خلال هذه الظرفيه، اكد وزير الصناعه والتجاره
والاقتصاد الأخضر والرقمي أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة، وأن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. نتابع الشروحات. اللي هو مهم المواطنات والمواطنين وهو يعرفوا أن التموين ديال الأسواق المغربية متوفر، هذه نقطة أساسية. التموين موفر لهاد الشهور المقبلة إن شاء الله. اللي خصنا نعرفوا وهو هاد الحوانت اللي كتمشيو تقداو فيهم المواد الغذائية غادي تبقى حالة هاد الوقت اللي غادي خصنا إن شاء الله باش نتجاوزوا هاد المشكلة اللي اليوم كنحاربوها. وأخيرا اللي خصنا نعرفوا وهو هادوك شاحنات اللي كيوصلوا هاد المواد، ديك لا لوجيستيك حتى هي مفرة، وفي هاد الأيام الأسابيع والشهور المقبلة ما عندنا حتى شي مشكل من هاد الناحية. حفاظا إذن على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد، تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الساعة 6 مساء لأجل غير مسمى، وكوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن والصيدليات والقطاع البنكي والمصرفي ومحطات التزود بالوقود والمصحات والعيادات الطبية ووكالات شركات الاتصال والمهن الحرة الضرورية ومحلات بيع مواد التنظيف. وأكد المصدر ذاته أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكن المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموع القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام. وإيمانا بضرورة تضافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس. وجاء في البلاغ أنه وإذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. كيف يمكن إذن الحصول على شهادات التنقل الاستثنائية؟ وأين يمكن الحصول عليها؟ وما هي الفئات المعنية؟ أسئلة يجيب عنها العامل مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية.
كما كتعرفوا في حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلان عنها من طرف السلطات العمومية في بلادنا انطلاقا من هذا اليوم تستهدف في المقام الأول الحد إلى أبعد حد ممكن من التنقلات ديال المواطنين عبر ربوع التراب الوطني وأيضا بين المدن وبين الجهات وأيضا داخل نفس المدينة. فالمطلوب من جميع المواطنين وكما جميع العلماء والمختصين الصحيين كيوصيوا بذلك هو الالتزام بمنازلهم لتفادي نقل الفيروس الخطير. انطلاقا من هذا اليوم السلطات العمومية اتخذت الإجراءات اللازمة باش تنفذ هذا القرار ديال حالة الطوارئ، ومن بين هذه الإجراءات أنها غتسهر على منع التنقلات الغير الضرورية والسماح فقط للتنقلات اللي لازم أنهم يقوموا بها المواطنين سواء من أجل ضمان السير العادي للاقتصاد الوطني وأيضا الإدارة العمومية الضرورية والمصالح الجماعية الضرورية، وفي نفس الوقت السماح أيضا للمواطنين من أجل قضاء بعض المآرب الشخصية الضرورية والملحة والمستعجلة التي لا يمكن لها الانتظار زعما إلى 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 غاية إلى إلى فترة زمنية لاحقة. في هذا الإطار فانطلاقا من هذا اليوم سيكون جميع المواطنون مدعوون للإدلاء ببطاقة تسمى شهادة أوراق رخصة المرور أو رخصة يتم استعمالها من طرف المواطنين ويدلون بها للأعوال المراقبة الذين سينتشرون في الشوارع والطرقات، وهذه الشهادة ستوزع على جميع المنازل في المملكة المغربية انطلاقا من صباحة يوم الجمعة 20 مارس 2020 من طرف جميع من طرف أعوان السلطة وأيضا السادة رجال السلطة وزارة الداخلية. اتخذت جميع الإجراءات باش أن هذه العملية تتم بسلاسة وفي الأجل المحددة. ولنتعرف أكثر على نموذج شهادة التنقل الاستثنائية التي يقوم حاليا أعوان السلطة بتوزيعها على البيوت، نعود للعامل مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية. إذن كما تم الإعلان عن ذلك عبر البلاغات الرسمية، فتم استثناء مجموعة من القطاعات الحيوية من 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 المنع من تحركات الصعيد الوطني من تحركات الأشخاص، وهذه القطاعات الحيوية الضرورية تم الإعلان ديالها والتفصيل ديالها، وستعمل السلطات العمومية على أنها ترجعها كلما دعت الضرورة إلى ذلك على حسب التطور الوضعية الوبائية وأيضا التطور الوضعية الاقتصادية. فأريد أن أؤكد بأن هناك نوعين من الرخص. الرخصة الأولى بالنسبة للإدارة العمومية والقطاع الخاص المهيكل، هؤلاء سيقدمون رخصة أو شهادة لمستخدميهم من خلالها يشيرون إلى ضرورة حضور هؤلاء إلى مقرات عملهم. وبالنسبة للرخصة الثانية وهي الرخصة الخاصة بالأعمال الحرة وأيضا بالقيام بالحاجات لقضاء الحاجات الضرورية للمواطنين مثل التبضع إلى آخره وأيضا الاستشفاء، فهاد الرخصة اللي كتشوفوها هنايا هي اللي كيتم توزيع ديالها الآن من طرف أعوان ورجال السلطة، واللي سيتم الملء ديالها من طرف الشخص البالغ الذي ستسلم إليه، واللي من الواجب عليه أنه يقدمها لدى كل مراقبة لدى الحواجز التي ستكون في وسط المدن وأيضا في مخارج المدن. واللحظة معطيات أوفر حول الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص الأشخاص المعنيين بالعمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، معطيات نتابعها في بلاغ وزارة الداخلية.
في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ببلادنا، خاصة ما يتعلق بضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين، ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية، كما يمكن زيادة على ذلك استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني covid19.interieur.gov.ma الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض. وشدد المصدر ذاته على أن هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها. وتؤكد وزارة الداخلية على أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء حالة الطوارئ الصحية، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك. وجاء في البلاغ وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب، الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة. فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي. البقاء في المنازل ضرورة ملحة إذن في هذه الظروف للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. حنان أرسلان ونور الدين صابر رصد لنا آراء مواطنين من الرباط حول مدى وعيهم بهذا القرار قبيل ساعات من دخوله حيز التنفيذ. تجاوب المواطنين مع الإجراءات الوقائية المتخذة للحماية من انتشار فيروس كوفيد-19 له دور أساسي في إنجاح خطة بلادنا في مواجهة انتشار هذا الوباء. البقاء في المنزل ضرورة ملحة، مطالب الجميع باحترامها. أنا بتشوك دابا على الحكومة ديالنا، عظيمة جدا، على السلطات المحلية وعلى رأسها صاحب الجلالة الله ينصره، وعلى وزارة الصحة والداخلية جامعة راسها تبارك الله عليهم، وكنشكرهم بزاف، وكنحس بأنني أنا مواطن وعندي الدولة، وعندي الدولة الحديثة، يعني ليطا مودرن. إجراءات مزيانة خاصة تكون ومزيانة وخاصة تكون جذرية. الخروج يكون استثناء وفي الحالة القصوى من خلال التطبيب أو التبضع أو العمل. وتجاوبا مع القرارات الاحترازية كان ترشيد العمل بالعديد من المؤسسات. أنا غادي لداري، جيت باش نخدم، جات تعليمات الإدارة بأن الموظفين خصهم يمشوا بحالاتهم، غادي يبقوا رؤساء المصالح والنواب ديالهم، بحكم أنني لست مسؤولا ولا لي، غادي نمشي لداري نريح فيها، نخرج للضرورة، نتقدى المستلزمات ديالي ونرجع للدار ديالي، ريتما يفرج الله من عنده. أختي كنت أنا فاس، دوزت تغيير كنترول على عين ديالي، ولا بغيت نرجع لحالتي الفاس. احترام الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات المتخذة يظهر مدى وعي المواطنين والتزامهم جميعا لمواجهة هذا الوباء. وحسب آخر معطياتها حول عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كوفيد-19 بالمملكة ارتفع إلى 74 حالة مؤكدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 فيما شفيت حالتان. أما الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي فبلغت 349 حالة. وزارة الصحة أفادت كذلك في بلاغ توضيحي بأنه في حالة
ثبوت نجاعة الدواء المحتوي على مادة كلوروكين في علاج كوفيد 19، فإن استعماله سيقتصر على الحالات التي تتابع علاجها في المستشفى ووفق بروتوكول طبي معتمد من قبل لجنة علمية وطنية. وأكدت الوزارة أيضا أنه خلافا لما يتداول في المواقع الاجتماعية حول فعالية الدواء المحتوي على المادة الفاعلة كلوروكين في علاج كوفيد 19، فإن هذا الدواء لا زال تحت التجارب السريرية في عدد من الدول لإثبات فعاليته ضد الفيروس. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمواطنات عدم اللجوء لشراء الأدوية دون وصفة طبية واحتكارها حفاظا على السلامة الصحية للجميع. ومنذ الاثنين الماضي أغلقت المساجد حتى إشعار آخر بالنسبة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وتفاديا لانتشار فيروس في أوساط المصلين. قرار استقبله المواطنين بكل تفهم بالنظر للظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد. فاطمة تابوت ومصطفى ودة. يوم الجمعة والمساجد خالية من الركع السجود تطبيقا لفتوى الهيئة العلمية اعتبارا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة ومنها وزارة الصحة بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس والسيطرة على انتشاره وضمانا للأمن الصحي لعموم المواطنين. انا كنظن بان هذا هو الاجراء اللي خصو يتخاد، بما اننا كنعرفوا بان المساجد كتجمع عدد كبير من الناس وهذا يقدر يشكل بؤره لانتشار الوباء. والمساجد راه تكون فيها اكثر من 1000 واكثر من اسمه فيها مضره، ولا تلقوا بايديكم والى التهلكات، واللي كيعملوها العلماء راه فيها خير. واذا دخل واحد غير واحد مريض غادي يعادي 10 الناس، والاخرين دوك 10 الناس غيخرجوا ما يعادوا حتى اخرين، ونطلبوا من الله زعما الانسان يتقبل هادشي. المجلس الأعلى بنى فتواه على نصوص من الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان وعلى تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة، مع التأكيد على وجوب رفع الآذان في جميع المساجد. فمن مقاصد الشريعة حفظ الأنفس، ففتح المساجد من شأنه أن يساهم في انتشار الوباء. ونحن الغرض ديالنا ماشي الحفاظ على البنيان اللي هو المسجد، الغرض ديالنا الحفاظ على الإنسان، وهذا إجراء مرحلي مؤقت، بل يجب أن يعلم المواطن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مريض والبيت دياله ملاصق مع المسجد النبوي، في المسجد قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما صلى معهم رسول الله وهو في البيت في المسجد لأنه كان مريضا صلى الله عليه وسلم. الإجراء استثنائي واحترازي للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا، على أن تعود الأمور إلى سابق عهدها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي. وينضم إلينا مباشرة السيد أحمد أيتع عزة رئيس المجلس العلمي المحلي ببنمسيك. سيد أحمد، بعد التحية، إغلاق المساجد يعد إجراء حكيما للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 في صفوف المصلي، أين تتجلى أهمية هذا الإجراء سيد أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الإجراء جاء بعد طلب مولانا أمير المؤمنين المجلس العلمي إصدار فتوى في شأن إغلاق المساجد، وإغلاق المساجد في الحقيقة هو إجراء احترازي للحد من انتشار العدوى بين الناس، وليس ولا يحتاج إلى دليل نقيمه عليه، بل أكثر من ذلك إنما هو من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آكل الثوم أن يدخل إلى المساجد. أما إن دخل المريض حامل الفيروس إلى المسجد فإنه لن يؤدي فقط مصلين بالمسجد، بل إن ضرره سيتعدى إلى جميع المواطنين. والقضية الأساسية في هذا الموضوع هو أن هذه الفتوى التي أمرت بإغلاق المساجد لم تمنع الصلاة، هي فقط أمرت بإغلاق
أماكن الصلاة التي يتجمع فيها الناس، وتكون هذه الأماكن تجمعا يمكن أن ينتشر من خلال العدوى إلى جميع المواطنين. والأهم من هذا هو أن ننظر إلى كيف يمكننا أن نستثمر القيم التي تعلمها المغاربة خلال السنوات السابقة، وهم يؤدون صلاة الجماعة، ويجب أن نستثمرها في هذا الوضع الحرج. ومن أهم هذه القيم هي التحاب والتعاون والتواصل بين الناس، فلا يمكن أن تحب الخير الشر لأخيك. فلهذا يجب علينا أن ننظر كذلك إلى مبدأ النظام الذي تعلمناه من الصلاة، وأن ننظر إلى الإمام الذي نتبعه في الصلاة ونكون خلف الإمام، والإمام نفسه إنما هو ينوب عن مولانا أمير المؤمنين، فنتعلم من هذه الصلاة أن نتبع ما أمر به مولانا أمير المؤمنين من إخلاق المساجد ومن تفعيل هذه القيم كلها. نعم سيد أحمد، فتوى المجلس العلمي الأعلى إذن جاب مجموعة من النصوص، بناء على مجموعة من النصوص من الشرع كتأكد وجوب حفظ الأبدان، كيف ساهم ذلك في رفع أي لبس حول هذا القرار سيد أحمد؟ نعم، أولا قضية حماية الأبدان وحفظ الأبدان في الإسلام، كثير من الناس يتوهم أن هذه الفتوى قد قدمت حفظ الأبدان على حفظ الأديان، وهذا ليس صحيحا، لأن التفاضل بين الكليات كثير من الناس يقع في هذا الخطأ. فهذه الكليات الخمس كلها أولا منسجمة فيما بينها ومتكاملة بعضها ببعض، فلا يمكن أن تقوم الأديان بوجود الأبدان والأنفس، ولا يمكن أن تقوم الأنفس والأبدان وتحفظ كرامة الإنسان مع انعدام المال وانعدام العقل. إذن فالأصل في هذا الموضوع هو أن الفتوى، الناس الذين أصدروا الفتوى من المجلس العلمي الأعلى رعوا ونظروا إلى مصلحة الإنسان وإلى استطاعته، وهذا نهج سار ومعروف في الشريعة، بحيث مثلا إن المصلي مثلا الذي يكون مسافرا يقصر صلاته، وإن المريض والمريض يفطر، والإنسان الذي لديه مرض ينتقل من الرخصة إلى العزيمة، من الوضوء إلى التيمم، وكل هذه الأمور فقط لحماية الإنسان حتى يحفظ هذه الأديان وتتحقق مقاصد الشارع في كليتها ونظرتها الشاملة. نعم سيد أحمد، شنو هي الرسالة ديالكم لعموم المواطنين خلال هذا الظرف الاستثنائي، وكيفاش خصنا نتعاملوا مع ما يتم ترويج إليه من أفكار مغلوطة؟ نعم، هذه مسألة مهمة جدا، لأنها هي التي قد تثير الفزع بين الناس. وأهم شيء في هذا الموضوع هو أن ننبه إلى أننا ولله الحمد، وهذه منة نشكر الله تعالى عليها، أننا بلد مفتوح وبلد فيه الحريات، ويمكن لكل أحد أن يعبر عن رأيه في هذه الوسائل. ولكن ولله الحمد كذلك لدينا منة أعظم من هذه، أن مولانا أمير المؤمنين نظم الشأن الديني وخص جهة معينة بالحديث في الدين، إما عن طريق المنابر والخطب أو عن طريق الجهة المتخصصة هو المجلس العلمي الأعلى، فكي نبتعد عن الفتنة. والمسألة الأساسية هنا وهو أن المواطنين، الرسالة التي نوجهها للمواطنين، وأن التعامل مع هذه الوسائل واستقاء المعلومات من هذه الوسائل هو نوع من أنواع الاستهلاك، والمستهلك مسؤول عن طبيعة المعطيات والمعلومات التي يستهلكها. وقد قال السلف سابقا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فلا يمكن للمواطنين أن يستهلكوا سلعة مثلا قد فات أجلها، أو أن يستهلكوا يأخذوا سلعة مضرة ولا يحسنون استعمال مثل الأدوية من الصيدليات. فلهذا يجب الرجوع إلى المختصين، وهو المجلس العلمي الأعلى وعلماء الأمة الذين أذن لهم مولانا أمير المؤمنين بالتحدث في شؤون الدين. وأهم من هذا كله هو أن نعلم أن أخطر شيء يمكن أن يصيبنا ليس فتنة المرض فقط، أخطر من هذا هو فتنة الدين، لأن فتنة الدين
تأتي على قواعد الأمة وتتسبب في أمور خطيرة جدا في المجتمع، وأهم من هذه يجب أن نحافظ على وحدة الدين وأمن هذا البلد والحمد لله. نعم، فالفتنة أشد من القتل. سيد أحمد أي تعزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بابن مسيك، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. وفي إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شرع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في توفير منصة رقمية جديدة للتكوين عن بعد لفائدة متدربيه بمختلف مناطق المملكة. المنصة الرقمية ستوفر للمتدربين مختلف الدروس والتدريب إلى حين استئناف السير العادي للتكوين والدراسة. أمين هناوي وأحمد الحمري. منصة رقمية جديدة للتكوين عن بعد سيوفرها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للمتدربين من أجل متابعة دروسهم عبر الوسائل التواصلية المختلفة انطلاقا من منازلهم. منصة تمت بلورتها في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ستمكن هذه المنصة الجديدة المتدربين من متابعة دروسهم عن بعد بوسائل تقنية حديثة ومتطورة. المنصة التفاعلية ستلبي حاجيات المكونين والمتدربين على حد سواء في إطار الجهود المتواصلة لضمان جودة التكوين. المتدربون توصلوا خلال الأيام الماضية برسائل إلكترونية أتحت لهم ولوج هذه المنصة لمتابعة مختلف الدروس وفق برمجة زمنية محددة. الاستاجير قدروا يأكسدوا فاسيلمون للمنصة وتكونكتوا من المنازل ديالهم، وبيان سور اعطيناهم الوقت باش ينستلوا الابليكاسيون وتوصلوا بدي ميساج باش يدخلوا المنصة الإلكترونية. قام المكتب بوضع منصة إعلامية لتكوين عن بعد. هذه المنصة كتمكن جميع المتدربين من استمرارية التكوين مع المكونين عبر منحهم دروس عن بعد، كما يمكن لهم باش يديروا التمارين ديالهم. مبادرة هدفها الحرص على سلامة وصحة المتدربين بجميع مؤسسات التكوين المهني ومواصلة البرنامج التكويني بشكل متكامل. في ظرف وجيز وتجاوبا مع قرار توقيف الدراسة بالمؤسسات الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تمكن الطلبة بمدينة فاس من متابعة دراستهم عن بعد، نتيجة تحققت بفضل تعبئة كل الأطر التربوية والتقنية. خديجة زروال ومصطفى الزهيري. الجامعة الخاصة بفاس تواصل دروسها البيداغوجية عن بعد. الطلبة في مختلف التخصصات يواكبون الدروس بطريقة مستمرة وممنهجة. الجامعة اعتمدت الدراسة عن بعد بعد أن وفرت كل الإمكانيات البيداغوجية للقيام بهذه العملية. une réunion ديال نهار واحد لو لاندي لو ماردي اون ا ديماري لي كور اي ناقشنا الحلول اللي ممكن نستعملو، وكانوا حلول الحل اللي لو بلوز ادابتي لا ماتيير ديالنا ديال لافورماتيك هو لوتيليزاسيون ديال لا فيزيو كونفرنس. واستعملنا لهذه الغايه منصه رقميه اللي تمكن الطلبه باش يتوصلوا بكل الدروس ديالهم رقميه بطريقه رقميه، وكذلك فيديوهات اللي مسجله في الاستوديوهات اللي درنا راه الاشاره ديال الاساتذه واللي تواكبهم متخصصين في هذا الميدان. كل الشعب الموجودة في هذه الجامعة تستفيد من الدروس عن بعد، من بينها المدرسة العليا لمهن الهندسة والبناء التي تعتمد على آلية تسمح بتلقين الدروس عن بعد سواء النظرية أو التطبيقية. لان عندنا واحد الخصوصيه في المهنه ديالنا اننا كنستعملوا الرسم، وهذا الرسم تيسمح لنا هاد الادوات تيسمحوا لنا ان الرسم يكون بارطاجي كيتشاركوا فيه التلاميذ بحال اللي راهم في اون سال دو كور. الدراسه عن بعد ستسمح اذا للطلبه في الاستمرار في التعلم والتحصيل بشكل مستمر ومنتظم في انتظار الرجوع الى مقاعد الدراسه بعد ان تمر ازمه وباء كورونا بسلام.
وضمن الإجراءات الوقائية من انتشار الفيروس، حملة التطهير والتعقيم تشمل مرافق متعددة بالقنيطرة. محطة السكك الحديدية واحدة من بين هذه المرافق العمومية التي تعقم باستمرار تفاديا لتفشي العدوى. روبورتاج مريم بنزكري وسمير مركة. محطة السكك الحديدية بمدينة القنيطرة كمثيلاتها من المرافق العمومية تخضع للتطهير والتعقيم بشكل مستمر في ظل ارتفاع عدد حالات المؤكد إصابتها بكوفيد-19. المطهرات والمعقمات الصحية تشمل أيضا عددا كبيرا من الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون. فما هي هذه المرافق؟ كانت المراهنة على الأماكن العمومية، الإدارات العمومية، المرافق التي يزورها المواطنين بكثرة، المحلات التي يكون غالبا فيها لقاءات المواطنين، تجمعات مثل محطة القطار، محطة السيارات. قمنا كذلك بعملية ديال تعقيم جميع الحافلات اللي موجودة بمدينة القنيطرة، وكذلك الحافلات المتجاوبة بالإقليم، وكذلك قمنا معالجة سيارات الأجرة كاملة. إجراءات وقائية بادرت المصالح المختصة إلى الحرص على تطبيقها للحد من انتشار هذه الجائحة، والتي لاقت استحسان المواطنين الذين رأوا فيها خطوة إيجابية رغم كونها غير كافية في حال عدم وعي المواطن وتعامله بجدية مع الإجراءات الوقائية. هي مبادرة جد مناسبة وفي وقتها للحد من هذه الخطورة ديال هذا الفيروس، وكنتمنى من كل قلبي أن هذا البلاء يزول علينا وربي يحفظنا ويحفظ المغرب ديالنا الحبيب. المبادرة اللي داروا هذا الشيء زوين، بغينا من الشعب ديالنا يدخل كل شيء للدار باش الدولة دير خدمتها. حنا مصافقين مع الشيء اللي داير، حنا غنمشيو دابا لديورنا عند والدينا، غندخلوا ما غنخرجوش، باش بغينا هذا الشيء يسير في أقرب وقت. انخراط المواطنين في التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة يبقى الحل الأمثل للحد من انتشار كوفيد-19. وبإقليم شيشاوة تم ترشيد العمل بالإدارات وتعقيم وسائل النقل العمومية وتوسيع حملات التوعية لحث الساكنة على ملازمة سكناهم، إجراءات اتخذت كتدابير وقائية واحترازية لحصر انتشار الفيروس. أمين علام والمعتصم بالله البوساوي. تحرص بلدية الشيشاوة على توفير الخدمة الإدارية لساكنة المدينة إلى جانب العديد من المؤسسات العمومية باعتماد حزمة من الإجراءات لتجنب الاكتظاظ والتزام الموظفين والمواطنين على السواء بشروط النظافة والمسافة اللازمة لتفادي انتقال فيروس كورونا المستجد. يتم تعقيم التطهير ديال المؤسسة الجماعية 3 مرات ما بين 2 مرات 3 مرات في اليوم. نفس السياق في علاقتنا مع الموظفين طلبنا منهم أنه مجموعة من المكاتب اللي كطرف اكتظاظ وضمانا للجانب الوقائي، طلبنا من بعض الموظفين أنه يكون نوع من التناوب. كافة الموظفين دايرين لي بافيت ديالهم، دايرين لي غون ديالهم، وأيضا عندهم المعقمات ديال اليدين من الجانب الوقائي. وسائل النقل العمومية من سيارة أجرة وحافلات تخضع للتطهير وفق برنامج خاص لحماية السائقين والركاب على السواء من خطر الفيروس القاتل. كنقوموا بهذه العملية ديال تعقيم سيارة أجرة بهذا الوباء اللي منتشر بواحد الوتيرة اللي هي كبيرة. كنشكروا السلطات المحلية والسلطة كاملة اللي كتشرف على هذا التنظيف وعلى التعقيم ديال الطاكسيات وعلى التوعية ديال الناس باش نحسهم بهذا الخطر اللي كاين ديال هذا الوباء. وحنا كمهنيين كنحاولوا بأمكان الناس اللي كيركبوا معنا باش نرشدوهم وننصحوهم ونوروهم يعني نوعوهم بهذه المسؤوليه اللي كاينه علينا. كل واحد يلزم المنزل ديالو، يلزم المكان ديالو، ما يخرجش الا للضروره. ايها المواطنين الاعزاء، الكذب والتوجيهات اللي كتعطاكم من طرف جهات رسميه. حملات تحسيسية بواسطة مكبرات الصوت تقوم بها السلطة المحلية تشمل الأسواق الأسبوعية لحث السكان على التزام منازلهم. هي تعبئة شاملة يشهدها إقليم الشيشة وتقودها السلطات المحلية والصحية والمصالح الخارجية وهيئات المجتمع المدني لتطويق العدوى من فيروس كوفيد-19 ومنع انتشاره وسط ساكنة هذا الإقليم.
جمعيات المجتمع المدني انخرطت بدورها كفاعل أساسي للتحسيس بخطر انتشار كوفيد 19 بالعالم القروي. نتابع جانبا من عملها الدؤوب لحث المواطنين على التزام البيوت. والنموذج من إقليم سيدي قاسم في روبورتاج وفاء اليعقوبي ونور الدين صابر. ردوا البال وسمعوا النصائح اللي تبدو في وسائل الإعلام. ساكنة دوار ولاد سعيد بالجماعة الترابية دار العسلوجي التابعة لإقليم سيدي قاسم تفاعلت بشكل إيجابي مع الحملات التحسيسية عبر وسائل الإعلام وكذا جمعيات المجتمع المدني بمكبر الصوت تحاول إيصال صوتها لكل المنازل بكل الأحياء. الله يخليكم ردوا البال وسمعوا النصائح اللي كتدوز وسائل الإعلام. جات الوقت دابا اللي خصنا نتحركوا ونبدلوا الجهود تاعنا كامله باش نوعيوا الناس بهذه الخطوره ديال الوباء اللي قدر الله على جميع الدول ديال العالم. وهذه الوقت اللي خصنا نجندوا نطرقوا الدار دار بدار وتنحاولوا نجلسوا مع الناس وتنوعيوهم وتنقولوا لهم حاولوا الوليدات يغسلوا يديهم بزاف بالماء والصابون وما يحاولوش يقربوا بعضياتهم وتنحاولوا نبعدوهم على الناس ديال كبار السن. ولهذا تنحاولوا نقولوا لهم التزموا الدار لان الشعار الوحيد هو الا بغيتي تهني بلادك جلس في دارك. يبدو ان هذه الحملات التحسيسيه اعطت اكلها بفضل الحملات اللي كتكون في التلفازه والجمعيات خصوصا جمعيه الكرامه اللي كتجي عندنا مره تيديروا لنا توعيه بخطوره هذا المرض وخصوصا عقول السيدة بحنا كنحاولوا نخليوا الوليدات اللي هما صغار باش ما ينقضوش لها العدوى لان معروف الناس الكبار ما تيتحملوش اي مرض خصوصا الا كان هذا المرض ديال كورونا. تندير توعية لوليداتنا. قالت لينا ماما غسلوا بزاف ليديكم بزاف بزاف وتغسلكم غسلوا بزاف بزاف. قالت لينا ماما خصكم باش تخرجوا الزنقة بزاف علاش حيت مرض كورونا تنغسل ليدي ثلاثة مرات بحال هكا وتنغسل وجهي حتى هو ثلاثة مرات. ساكنة العالم القروي التقطت جميع الرسائل المدرجة في الحملات التحسيسية. التلاميذ كانوا بدورهم آذانا صاغية. قاتلنا الأستاذة اعتبروا بحالكم راكم في المدرسة وتابعوا قرايتكم في قناة الرابعة وراجعوا دروسكم وراجعوا كل شيء واجبات عندكم المدرسية. وما خصناش نبقاو ندوزوا الوقت تاعنا غير في اللعب وخصنا نبقاو نتبعوا الدراسة تاعنا بحال احنا ماشي في عطلة بحال احنا في شي مدرسة. جمعيات المجتمع المدني بسيدي قاسم انخرطت بجدية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وذلك من خلال الملصقات التحسيس المباشر مع العائلات وبمكبر الصوت وكذا من خلال تعقيم المنشآت العمومية. المغاربة يواجهون هذا الوضع الصحي بإجراءات وقائية وكذلك عبر سلوكات تعزز قيم التضامن والتآزر الاجتماعي. الأخصائيون يشرحون هذه الظاهرة بالتعامل مع الوضع عبر الإدارة السيكولوجية للأزمات. إيمان سلاوي ومحمد تونين. في ظل تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد 19 يواجه المغاربة هذه الظرفية بكل تعبئة وبكل تجند عبر إجراءات وقائية وبسلوكات تضامنية ترسخ قيم التوعية والتحسيس والتضحية. مبادرات فردية أو جماعية لتدبير هذه الأزمة الصحية فتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 بهدف تأهيل الآليات الصحية وتجاوز هذه الأزمة. التضامن راه معروف على المغاربة يعني من القديم خاصة وأن راه التقاليد ديالنا والدين ديالنا تيوصي بالجار وبزاف ديال الحوايج يعني من اللي تيخلينا دائما خصنا نكونوا متضامنين. حيت الأساتذة اللي كيتعاونوا مع الوليد مع الوليدات ديالهم بالطرق اللي جديدة احنا كذلك راه انكوغانغيس كنجيو من مدن بعيده اننا باش نتعاونوا مع نقدموا دروس ونعاونوهم حيت عندنا قيم وديك القيم هي اللي كتساعدنا لولا كل ما كانش ديك القيم
شكر احنا ما غندوش الاسبوع. الغني يعاون الفقير، الانسان الجيران ديالو والحومه كما كنقولوا بهذا المصطلح ان صح التعبير، يكون واحد التكافل اجتماعي واحد التضامن. نكرة ندات وعبر التضحية يتم تطويق كل المخاطر، حيث تعبأ الكل عبر التوعية والتحسيس يطلق عليها أخصائي علم النفس بسيكولوجية إدارة الأزمات. اليوم كنتحدثوا عن تخصص دقيق يسمى بسيكولوجية إدارة الأزمات، والتخصص ربما المغرب ما عرفوش إلا بظهور هذا الوباء، وبالتالي لابد أن يوجد هذا التخصص يعني داخل دائرة التوعية والتحسيس والتدخل. إذا بطبيعة الحال حينما نتحدث عن قيم يعني الاجتماعية والتي لها غلاف سيكولوجي أو نفسي، هذه القيم فيها ما هو إيجابي فيما هو سلبي. ما هو إيجابي عرفنا من خلال التضامن، من خلال التكافل، من خلال يعني تقاسم مجموعة من القيم أو السلوكات، ولكن يعني في نفس اللحظة بانت مجموعة من السلوكات اللي غادي نقولوا بأنها ما بقتش شادة، ولكن خاصة السلوكات تعرف نوع من التقويم. التضامن والتكافل جوهر سلوكات احتفظ بها المغاربة في عاداتهم وتقاليدهم، في عيشهم المشترك وذاكرتهم الجماعية. هذه السلوكات تبرز بشكل أكبر اليوم داخل مؤسسات المجتمع، بين الأفراد، بين الأسر بشكل جلي. ولمواجهة مظاهر الاحتكار والمضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، مجهودات مهمة تقوم بها مصالح وزارة الداخلية لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بالأسواق والمحلات التجارية. ونموذج نسوقه من مدينة وجدة في روبورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي. الأسواق ونقاط البيع المختلفة بوجدة يتم تموينها بجميع المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع، فبفضل الإجراءات التي اتخذت من طرف المصالح المعنية ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية، تتم مراقبة الأثمان والجودة والشروط الصحية بالأسواق والتحلي باليقظة والذكاء الاقتصادي للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس القوة الشرائية للمواطنين. الحمد لله السلع متوفره، المواطنين كيديو داكشي كاع اللي خاصهم، وكان واحد شويه طفيفه الايام الاولى ودوك الحمد لله عادي، كيجيو الناس كيديو داكشي اللي خاصهم فقط، والاثمنه جد مستقره وكل شيء موجود والحمد لله الحوايج راه غاديه مزيان. السلعه تبارك الله موجوده، ولكن مقارنه ما قبل ودابا كنلاحظوا شويه زياده في الاسعار، الخضر للفواكه مثلا نديروا البطاطا كانت عندنا كنديروا لها 3 دراهم حتى 4 دابا ولا 6 دراهم. التفاح كنا نديروه لهذاك الحمر كنديروه 10 دراهم دابا يقول لك 13 درهم. قضيت شويه ديال الخضره خير موجود الحمد لله، الاسعار مضبوطه الحمد لله، والمراقبه كاينه، ونتمنوا من المواطنين باش يقعدوا في الديار ديالهم، غير اللي كان شي واحد عنده شي حاجه ضروريه يخرج لها. هذه هي اللجنة والمحلية المختلطة تسهر بشكل يومي على مراقبة الأسواق ونقاط البيع لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس كورونا، وكذا تحرير محاضر مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأثمنة، وذلك ضمانا للشفافية في العملية التجارية ودعوة التجار لعدم تخزين السلع واحتكارها. جميع المواد الأساسية الاستهلاكية متوفرة في السوق بكمية وافرة، والأسعار ما عرفتش أي ارتفاع، وما كانت شي خصاص في شي مادة استهلاكية أساسية. بالنسبة للزيادة إلى تضبط شي واحد بالنسبة للزيادة في الأسعار غتطبق عليه عقوبات صارمة، يعني كتعرفوا أنه الظرفية حساسة اللي كتمر بها بلادنا على غرار مجموعة من بلدان العالم، غتطبق عقوبات صارمة في حق المضاربين ولا اللي كيديروا الاحتكار ولا اللي كيزيدوا في الاسعار، وما غادي تكون اي تساهل مع هاد الناس هادو. بالاضافه الى الحرص على تموين المدينه بالمنتجات الغذائيه، تحرص اللجنه على تزويد المهنيين بالاجراءات الوقائيه لازم احترامها، كذلك الممارسات اللي كنذكروا منها اللي خاص ضروره التقيد بها عند مزاوله هذه المهنه تاع عرض اللحوم والمنتوجات.
للإشارة فإن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي سبق لها وأن أعلنت أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر بما في ذلك احتياجات شهر رمضان. نفس الصورة نتابعها من مدينة خريبكة، حيث تعمل اللجان الإقليمية على مراقبة السير العادي للأسواق. حسن زكي ومحمد العروي. إجراءات ميدانية استثنائية للسلطات المحلية لإقليم خريبكة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا تمثلت في جولات للجنة إقليمية للوقوف على وضعية تزويد الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية ومحاربة احتكارها والمضاربة في أسعارها. الحمد لله هذه اللجنه اللي كدور هذه بعدا باديره طيبه كيدوروا كيشوفوا الاثمنه الحمد لله باقا في بلاصه هي هذيك والحمد لله بعدا التفاته مزيانه من اللجان والحمد لله الخير موجود كل شيء كاين المواد الغذائيه من الكبير حتى الصغيره كل شيء الحمد لله كاين بالنسبه للمواد ديال التعقيم بالنسبه للصابون الليجيل كل شيء موجود الحمد لله حتى حاجه ما خاصه كل شيء موفر نفس الثمن اللي كان راه ما كاين هذا زياده لا حتى حاجه واي حاجه مسعره واي حاجه عندها الطريفه ديالها معلقه عليها باش الناس تكونوا مرتاحه والناس ما يكون لا تخوف لا حتى حاجه. السوق الجمله تناخذ منه كل شيء موجود الخير موجود تبارك الله الكميه موجوده راه السلعه باقا شيطه في المرشي لان راه ما كاينش حاجه اللي خاصه ولا شي حاجه اللي دايرها تشوف الكميه تبارك الله من الديسير من الخضره من الحقوق من الزي والثمن مناسب. برنامج يومي لتدخل اللجان الإقليمية والمحلية بهدف مراقبة شروط السلامة الصحية والنظافة والأثمنة في الأسواق والمحلات التجارية بالمدينة. في هذا الإطار ديال جانب التمويل هناك عدة إجراءات اتخذت على مستوى القسم تحت إشراف ديال السيد العامل اللي كيتبع هذه العملية يوميا. قامت اللجنة تكملت تكوين اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية اللي كتغطي جميع الطراب ديال الإقليم وفي هذا الصدد اللجنة كتقوم يوميا بجولات ديال المراقبة للتحسيس وتمويل والاطلاع على مدى تمويل السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. هي حملات تندرج إذن في إطار تتبع سبل التنفيذ والتفعيل المحلي لحزمة الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد. والحرب ضد انتشار فيروس كورونا المستجد تخوضها جميع مكونات الشعب المغربي. فنانون كل من موقعه دعا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات العمومية من أجل التغلب على الفيروس ومنع انتشاره في أوساطنا. لنتابع. السلام عليكم خوتي وحبابي واللي نموت عليكم. معكم رضا الطرياني باش تحمي روحك وتحمي عائلتك. بقى في دارك خوتي خواتاتي السلام عليكم في المكتب في أي مكان وفي أي زمان. هذا الشيء ما فيش تخرشيش الشيء ما فيه ضحك ما معاه ملاغة هذه راه قيرة ديال بصح الكاع اللي في شي ترونشي يبقى فيه ما يخرجش منه حتى تدوز هاد المنزلة ويلكتي سد عليك وداخل خيالك ما تخليش يخرج وإلا مشى تخرج ورجع يغسل يديه بالصابون ويمسح رجليه بجابين ولا تسلمش عليه لا تعنقو لا تبوش ولا تسلم عليه عطيه الثقة. خصنا نديرو في بالنا ونحطو الصورة أمامنا بأن هناك رجال ونساء في هاد البلد حارصين وسهرانين على سلامتنا 24 ساعة على 24 ساعة 7 على 7 ومتحملين المسؤولية. احنا خصنا نساعدهم باش خصنا نساعدهم بالبقاء في بيوتنا احنا وليداتنا باش نقضيو الجميع على هاد الوباء الفتاك.
غير هادي جوج سيمانات ثلاثة سيمانات كانوا دول بحال فرنسا اسبانيا ايطاليا كانوا بحالنا بحالهم بحال الحالة اللي عايشين حنا دابا. الفرق الوحيد اللي كان بيننا وبينهم هو انهم داكشي استهتروا به وما خداوش محمل الجيب. وشنو الناس بدات كتخرج وكتعيش عادي وكاين اللي كيقول هادي مؤامرة وكاين اللي كيقول لا راه ما كاين لا كورونا لا وباء لا حتى شي حاجة. الناس عايشة الحياة ما مسوقاش دابا كلهم نادمين دابا هما دايرين حظر تجول تحت ما يخرج. ولكن بعد شنو تقريبا فات الفوت. حنا الحمد لله الدولة خدات الاجراءات اللازمة ولكن دابا انت انا وانت وكلنا خصنا ناخذوا حتى حنا اجراءات اللازمه. شنو هي اجراءات سهله؟ جلس في دارك ما كنطلبوش منك شي حاجه كبيره. بامكاننا اننا نحاصروا ونوقفوه الا تعاوننا جميع واتحدنا وشدينا ديورنا احنا مع وليداتنا وكل واحد يريح مع وليداته في دارو. الله يجزيكم بخير وتبعوا التعليمات اللي قالت لنا وزاره الصحه ووزاره الداخليه. وحنا المجتمع المغربي الحمد لله راه حنايا واعيين باش ما يقولوش علينا راه حنا ساجين وناس ما واعيين ما والو. الحمد لله هادشي غادي يمر بسلام. عرضنا لكم عوج الله والنبي رسول الله الا ما قعدوا في ديوركم تتفوت هذه الازمه. دخلنا عليكم على الله لما حدا ولادكم وحدا وليداتكم راه مزيانه لكم ومزيانه لينا مزيانه لولادنا ومزيانه لصحتنا. باش تعاون بلادك خليك في دارك. وكنتمنى من جميع المغاربه يتبعوا التعليمات اللي كيعطيونا ويتبعوا النصائح ديال وزاره الصحه والحكومه بصفه عامه باش هذا المرض ما ينتشرش وحنا المغاربه ديما متحدين. من الاحسن انك تبرك في دارك تقابل ولادك وقايه ليك ولحبابك ولجيرانك. ولا دعات الظروف انك تخرج لشي مصلحه خلي بينك وبين الناس مساحه. وحنا جا الدور ديالنا كمجتمع المدني باش يمكن نوعاو بخطورة هذا المرض ونحاول نحد من انتشار في الشارع إلا عند الضرورة. فنناشد جميع المواطنين الالتزام بالمنازل ديالهم حتى تدوز هذه السحابة إن شاء الله على خير. هذا هو وقت التضامن نكونوا واقعيين نكونوا مسؤولين نجلسوا في ديورنا وننشروا الوعي ما حنا وغدوز إلى التزمنا بالأمور الوقائية. ومن جانبنا ندعوكم للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات العمومية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بحول الله.